قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسم. إليا أبو ماضي. إنما الأخلاق روح لجمال لا يروح، أدب الإنسان عطر في الورى دوما يفوح. كل من يزهو بحسن دون أخلاق قبيح، إن من يحيا خلوقا ذاك يا صاحي المليح. البشاشة في المعجم العربي هي طلاقة الوجه مع الفرح والتبسم وحسن الإقبال واللطف في المسألة والسرور بمن تلقاه، وضد البشاشة يقال أيضا العبوس أو العبوس. والبشيش في العربية تقال للوجه، ورجل بش معناه رجل طلق الوجه. فما الفرق إذن بين الهشاشة والبشاشة؟ هناك فرق بين البشر والهشاشة والبشاشة. فالبشر أو البشاشة أول ما يظهر من السرور بلقيا من يلقاك، والهشاشة هي الخفة للمعروف. فإذا كان الرجل سهل العطاء قيل هو هش بين الهشاشة. في التراث العربي هناك لا يمكن أن ينشد الشعر أو ترص كلمات النثر ما لم تحمل بين طياتها حثا على البشاشة والابتسامة في وجه الآخرين، لإيمانهم الشديد بأن البشاشة تبشر بالخير ويقبل على صاحبها الناس، والوجه العبوس سبب لنفرتهم منه، فأطلقوا العنان لأشعارهم ونثرهم. الجاحظ قال: زعمت الحكماء أن القليل من طلاقة الوجه أوقع بقلوب ذوي المروءات من الكثير مع العبوس والانقباض. وقالت العرب أيضا: البشاشة رشوة والمودة نشوة. في شعرهم قيل الكثير والكثير عن البشاشة. هذا البحتري قال: يا سعيد والأمر فيك عجيب، أين ذاك التهليل والترحيب؟ نضبت بيننا البشاشة والود غارة كما يغور القليب. شاعر آخر قال: إذا كان الكريم عبوس وجه فما أحلى البشاشة في البخيل. سئل أعرابي عن الكرم فقال: أما الكرم في اللقاء فالبشاشة، وأما في العشرة فالهشاشة، وأما في الأخلاق فالسماحة، وأما في الأفعال فالنصاحة، وأما في الغنى فالمشاركة، وأما في الفقر فالمواساة. وقيل: البشاشة في الوجه خير من القرى، قالوا: فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك. وقد ضمن شمس الدين البدوي هذا الكلام بأبيات وجدتها في غاية من الروعة، فقال: إذا المرء وافى منزلا منك قاصدا، قراك وأرمته لديك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا، وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك، وقدم له ما تستطيع من القرى عجولا، ولا تبخل بما هو هالك. لمن يقول لا تعطيني شيئا فقط كن بشوشا في وجهي، أقول: صدقت، فلنكن من البشوشين. في أمان الله.